عبقريه المكان، عبقريه المكان، وما استغلش الكلام ده. ده احنا نبقى مش تمام. نعم. فقناه السويس دي حاجه، جنبها بقى عملنا ايه؟ عملنا الصوره الثانيه مركز اقليمي. نعم. لتجاره الحاويات هاب. نعم. انت النهارده بتعمل مينا. نعم. السخنه ده واحد. نعم. مينا العريش واحنا بنوسعه دلوقتي. نعم. والناس سمعانا بيكونوا زعلانه، لا. نعم. بنوسع وهنشوف ليه. بورسعيد. نعم. دمياط، مينا اسكندريه. نعم. كل دول انت بتعمل مواني عشان تبقى الهاب بتاع التجاره بتاع الحاويات. عندنا جرجوب اهو. جرجوب. ايوه ايوه. بس دول هيبقوا رئيسيين. الرئيسيين. زي ما بقول لك ربنا بيحبنا، الشهر اللي فات حصل ايه؟ احلى خبر. نعم. وانا عشان بورسعيدي زي ما انت طول النهار نعم بتكبر بتكلم على شطوره. على شطوره. لا انا بتكلم بورسعيد. انا فعلا كنت سعيد الشهر اللي فات. نعم. ومينا شرق بورسعيد من العشرة الاوائل في العالم. شوف الصوره الثانيه. نعم. ده فخر لنا. نعم. هيبقى طاقته 15 مليون حاويه. النهارده يا احمد. نعم. ما عادتش المراكب بتشيل كده، لا. النهارده بنشتغل بالحاويات. نعم. فلما مينا بورسعيد يبقى يطلع العاشر في العالم. نعم. وتعمل الكلام ده في 6 سنين. نعم. ده انت تبقى جبار. هنوصل ل 40 مليون حاويه بعد سبع في 2030. نبص على مصر بتشغل عليه دلوقتي. اه. نبص على الصوره عشان الناس تبقى فاهمه. نعم. هو ايه اللي حصل؟ اتفضل يا فندم. نركز بقى. ايوه. دي بورسعيد. نعم. ده المينا، كلمة مينا بورسعيد ده المينا القديم. ده اللي المراكب بتخش قناة السويس كده اللي هي داخلة. نعم. وراحة الجنوب. نعم. فلما جينا نعمل الفردة التانية. دي بور فؤاد. شرق الشرق. بعد بور فؤاد دخلنا في سينا وعملنا اللي هو الفرعة التانية بتاعت القناة. نعم. إذا أنت اللي جاي مركب من البحر المتوسط هنا. نعم. يخش المينا بورسعيد ويكمل في القناة القديمة. نعم. اللي راجع يدخل يرجع اللي منين؟ هي قافله الشمال. قافله الشمال. نعم. الثاني قافله الجنوب. جنوب. ميزه قافله الجنوب ليه احنا خدنا المينا ده طلع العاشر في العالم؟ لانك انت دخلت في سينا. الارض مفتوحه. نعم. عملت ساحه للحاويات. فقدرت تجمع النهارده كل الحاويات دي 15 مليون. نعم. وهتزيد بعد كده. عظيم. خلاص؟ فانت عندك اهو. نبص على مينا بورسعيد القديم. كانوا 4-6 رصفة. انا كنت ولا عيل صغير بروح اصطاد السمك هناك وبتاع. كانوا 6 رصفة، منهم رصيف عليه الاثنين لانشاتر بتوع البحريه اللي دمروا ايلات من هنا. من هنا اهو. يطلع ضرب ايلات. ضرب ايلات. فكانوا 4-6 رصفة. نعم. النهارده انت عملت 10 مينا في العالم في 6 سنين. ده فخر لنا ولا لا؟ عظيم. انا بورسعيدي فخور. نعم. ومصري فخور كمصري ومصري انك كمان انت عملت. نعم. اكبر مينا في المنطقه. نعم. طب تعالى نبص بقى الصوره الثانيه. نعم. ده بقى طالع اهو. ده كونتينر بورت. بيرفورمانس. نعم. 2022 تصنيف اهو. انت رقم 10. انت مين اللي بعدك؟ هونج كونج. هونج كونج. تخيل. بورسعيد. نعم. مينا بورسعيد الجديد. نعم. بقى اكتر من هونج كونج. نعم. واحد يقول لك ده انت مفتري، انتوا كدابين. لا ليه؟ هونج كونج خلاص اتقفلت. انت طبعا ما اعرفش هونج كونج كلنا طحات سحاب. نعم. ما يقدرش يوسع. انت هنا عملت وسعت. وعشان كده عملت مينا فيها الحاويات تنزل. نعم. فمعرفش الصوره الثانيه حطيتوها ولا لا، جبتوها؟ نعم. بتاعت الصين بتبني اضخم حاويه. الصين. الصين. فضل. النهارده الصين يا احمد. بتبني اهي. تخيل مركب هتشيل 24,000 حاويه. نعم. هنا بقى بالراحه عشان نشرح للناس ايه اللي بيحصل. الصين بتطلعها مركب فيها 24,000 حاويه. مش هتنزل بقى في تريستا في ايطاليا تنزل مثلا 5,000 وكذا وكذا. نعم. بتعمل ايه؟ نعم. بتجيب ال 24,000 دولار وتنزلهم في بورسعيد وشكرا وتمشي. نعم. المينا بتاع بورسعيد كلها كمبيوترايز. نعم. ال 5,000 دول هينزلوا في الحته دي عشان يروحوا ميناء نابولي، والخمسه دول هيطلعوا جنوا، والخمسه دول هيطلعوا روتردام. نعم. يتخزنوا في مخزن مصنع الحاويات او مخزن الحاويات. بقيت تداول. بقى التداول الحاويات عندك. عندك. اللي عامله كده النهارده حاليا دبي في جبل علي. نعم. فانت النهارده بتستغل المكان بتاع. نعم. قناه السويس. عظيم. ومكان مصر في وسط العالم وبتعمل اكبر مركز حاويات. هايل. النهارده بنعمل كده في العريش. الناس في العريش كانوا زعلانين الفتره. نعم. اللي فاتت. نعم. وبنكبر وبتاع. نعم. لكن انت النهارده يا احمد استغليت قناه السويس
وسعت. عشان كده النهارده الناس فرحانه قناه السويس جابت 9.4 معاك. نعم. مش بس يا جماعه. نعم. ده انت خبطت اسرائيل. نعم. على دماغها وانك لغيت له الحلم بتاع قناه بن غوريون. نعم. وبعدين انت استغليت هذا الكلام في الحل. شوف تجاره الحاويات سياده الفريق كامل الوزير كان بيتكلم قدام سياده الرئيس تدخل لمصر 20 مليار دولار سنويا. ده اللي مصر بتشغل عليه. ده حلم بتشتغل عليه. ده حلم مصر يعني. وانه قناه توصل ل 50 مليار دولار. حلم مصر ان احنا الموضوع نبقى مش عبور. لا لا عبور. ما انا بقول لك اهو النهارده. جزء من ال لا حلم مصر ان احنا نبقى الهب. وبقول لك الامارات سبقتنا. نعم. انها عملت كده في جبل علي. نعم. النهارده انت بتخش زي الامارات سبقانا في موضوع الطيران. السعوديه النهارده هتبقى كمان سنتين هي الهب بتاع الطيران في المنطقه. هو النهارده التجميع بتستغل مكانك وتلم كل الكلام ده. عشان كده النهارده الناس تقول لك قناه السويس جابت 9. ايوه 9.4 ما عنديش مانع. لكن انت دخلت في صناعه جديده وضخمه لمصر خلال التجاره العالميه والحاويات. تمام. اتفضل يا فندم. طيب الصوره اللي بعديها بقى اسرائيل مش سايبانا. راحت عامله ايه اسرائيل؟ راحت جايه على ايلات. وراحت عامله خط سكه حديد لاعد اشدود. اشدود فبتنزل المراكب هنا. نعم. تنزل الحاويات. نعم. المنطقه دي مزنوقه لان انت عارف انها ميناء العقبه وبتاع قليله. فراحوا داخلين جوه 10 كيلو عشان يوسع لنفسه ويعمل منطقه تنزل فيها الحاويات. وتطلع بالقطارات تخش لحد اشدود للبحر المتوسط. فالنهارده هناك صراع في المنطقه. لا لا ما احنا عملنا دلوقتي طابه لسه بكلمك عليه. دي قصه طابه العريش. ما هو سكه حديد. ايوه هيجي لك من العقبه هنا لطابه تاخد حركه تجاره الخليج العربي كله دي عايزه والعراق. دي عايزه قصه ثانيه. لا ده كله بقى. نعم. وانت داخل وتدخل على